واقف بالسلاح وانا في الحمام واقف لي بره بسرعه، يقول لي بسرعه. طب بيقول لي انت خايف؟ خايف يعني؟ استشهد حتى بيقول لي اقتلك، عمال تفكر ومش عارف ايه. قلت له انا مش خايف، انا بفكر بس في حاجات كده. حتى في مره حط لي على الاكل هموتك، قلت له موتني. انا قلت يا ابويا ادفع الفلوس وهنخرج، اصل ده حصل كتير في ناحيه ناس بتتاخد تروح دافعين فلوسهم مطمنين يعني. ايوه، لكن بقى اللي بيدفع يدفع تاني يوم تالت يوم، لكن احنا قعدنا 5 ايام. ما قلقتش؟ لا انا قلقت بصراحه. طب انتوا لما سابوكم كنتوا توقعتوا انكم دفعت الفلوس ولا اتسبتوا؟ لا دفعنا كمان الفلوس، دفع مين ان كل البيت عارف الحوار ودفعنا يعني بيتواصلوا معاهم وكلام كتير. كانت اخر، لكن والدي بيقول لي انا ما كلمتهمش خالص ساعه الخطف، ساعه لما قال له انا عايزين نص مليون جنيه على الواحد، لان هم كانوا فاهمين ان في تواصل والمشكله بتتحل وهيسيبونا على الصحراوي في مدى انا مش في مدى انا. لا كان الكذبه دي، وقبل الاقي والدي واقف مستنيني مش عارف كده. هو نازل بقى، انا نزلت وانا فاكر هنزل الاقي اهلي واقفين ماليش حد. معاك اي حاجه معاك كنت هتاخدها، بس كل ده كان وهم. فجينا واحنا خارجين، فين الحاجه؟ انا روحت البيت والدو وصلت للبيت وقال لكم مستني تنزلوا من العربيه. انا نازل سلام كلام اخوه، قول له انتوا واقفين فين؟ ودي كانت اول مره يسمع صوتي من 5 سنين، من 5 ايام اللي هو كنا فاكرين ان هم كلهم عارفين. انا سابوني قبل الصف بشويه، نزلت فوق في اماكن فوق مقطوعه على الدائري برضه، يعني مش عند سلم لا نزلوا علي قريب بعلي، نزلوا عندي صف، نزلت صف مش انا بقى 5 دقايق لما نزلت المنشيه نزلوني.